اكتشاف 1300 طفل غير شرعي لساعي بريد متقاعد. أثبت تحليل الحمض النووي أن ساعي بريد متقاعد يبلغ من العمر 87 عاما قد أنجب أكثر من 1300 طفل غير شرعي. ولجأت عائلة من ولاية تينيسي الأمريكية باستئجار محقق خاص لاكتشاف الحقيقة المروعة، حيث جمع آلاف من عينات الحمض النووي وشهادات على مدى 15 عاما أثبتت في نهاية المطاف نسب الآلاف من الأطفال غير الشرعيين في الولاية إلى الرجل لم يتم الكشف عن اسمه. وقال الرجل: ليس لدي أي شيء أخجل منه، لقد كانت فترة الستينيات من أجمل فترات حياتي، وكان لأغنيات جوني كاش دور كبير في التأثير على مشاعر السيدات. وأشار المحقق الخاص سيدروي إلى أنه لم يتوقع أن التحقيقات ستستمر 15 عاما، وقال: كل شيء بدأ سنة 2001 عندما طلب مني رجلان لا يعرفان بعضهما الكشف عن والد كل منهما البيولوجي. لقد ذهلت بعد إجراء تحليل الحمض النووي الذي أثبت أنهما شقيقين من الأب ذاته. وهكذا بدأ الكشف عن السر الذي أصبح مهمة شخصية بالنسبة لي. وأكد المحقق أنه لم يبدي أي من أبناء الرجل رغبة في رفع دعاوي قضائية ضده، وأضاف أن مجمل الأبناء سعداء بمعرفة الحقيقة، ولا أحد يحمل ضغينة تجاه الأب البالغ من العمر 87 عاما. ويعتقد المحقق أنه على الرغم من إثبات تحليل الحمض النووي لأبوة ساعي البريد المتقاعد لأكثر من 1330 طفل غير شرعي، إلا أن هناك احتمالا بأن العدد أكبر من ذلك بكثير. قضيت 15 عاما من وقتي الشخصي في هذا التحقيق، وأعتقد أن هذا يكفي، ولكن بحثي يظهر أن هناك إمكانية وجود عدد أكبر من الأطفال. ولدى تتبع الخبر ظهر أن معظم من تناقله هي مواقع إندونيسية باللغة الباهاسا، أو نقلته بعض مواقع إندونيسية أخرى باللغة الإنجليزية، لتسارع بعدها مواقع عربية لنشره وترجمته، مع نشر صورة لرجل مجهول تدعي أنه صاحب القصة. وذلك الذي رفض نشر اسمه ووافق على نشر صورته يتبين بمعادلة بسيطة أنه كان يعاشر ما لا يقل عن 1000 امرأة سنويا، أي بمعدل 3 سيدات يوميا، وأنه يملك خصوبة كبيرة تجعله قادر على أن يحملن من أول معاشرة ليبحث في اليوم الثاني عن 3 سيدات أخريات في مدينة ربما لا يتجاوز عدد سكانها 10,000 نسمة. لذلك يتضح أن هذا الخبر غير صحيح. فبالتدقيق فيه في الذي جرى ترويجه خلال هذه الفترة، يتبين أن الخبر غير صحيح إطلاقا.